يعني داليا، وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان كان قد صرح فيما سبق أيضا تخوفهم من أن تقوم القوات الروسية باستخدام أسلحة كيماوية، وذكر طبعا بعض الأمثلة حيث أن يعني روسيا قامت باستخدام هذه الأسلحة في مناطق عدة. ذكر أيضا الاستراتيجية التي تقوم بها روسيا، وهي التصعيد الوحشي ضمن طبعا مثلث اسماه تأمين ممرات إنسانية، ومن ثم القصف العشوائي، ومن ثم يعني الأكاذيب بخصوص أن هذه الممرات الإنسانية يتم قصفها ليس من الجيش الروسي بل إنما من الجيش الأوكراني، ومن ثم الدخول بمفاوضات في دائرة مغلقة، وهو يقول أنها بالتالي تحاول التظاهر بالدخول بمفاوضات، وأنها إن كانت بالفعل تريد يعني مفاوضات حقيقية عليها بالفعل أولا وقف إطلاق النار، وبالتالي يعني هو يعتبر أن المفاوضات الجارية الآن بتصويب، يعني هو يقول أنه تحت القصف لا يمكن أن يكون هناك يعني مفاوضات، والمسدس موجه إلى رأس الطرف الآخر لا يمكن أن تفاوضه، وبالتالي هذه ليست مفاوضات حقيقية. المفاوضات الحقيقية تبدأ بوقف إطلاق النار، ومن ثم الحديث عن يعني تنازلات أو تسوية مقبولة من قبل الطرفين، ولكن ضمن هذا السياق الوحشي والذي قال أنه طويل الأمد والذي تعتمده روسيا ليست فقط الآن في أوكرانيا ولكن اعتمدته بالسابق. ذكر وزير الخارجية، ضرب مثال حلب، مدينة حلب في سوريا، قال أنها تنتهج نفس النهج من خلال الحصار، القصف العشوائي، استهداف الممرات الإنسانية، العودة مرة أخرى إلى مفاوضات في دائرة مغلقة. وبالتالي ما يستنكره اليوم هو الحديث عن مفاوضات ضمن هذا السياق الوحشي. إضافة إلى ذلك يعني هو لا يعني الحكومة الفرنسية كانت في السابق أكدت أيضا مخاوفها من استخدام أسلحة كيماوية. إضافة إلى ذلك قالت أن السبيل الوحيد دون يعني الوصول مواجهة مباشرة مع بين الاتحاد الأوروبي أو الحلف الناتو وروسيا هو الخضوع إلى يعني حزم العقوبات، وبالتالي كل ما تقوم به فرنسا الآن هو التحضير لحزم عقوبات أقوى وأقصى، وهذا ما ذكره وأكد عليه أيضا جون إيف لودريان أنه سيكون هنالك عقوبات أقصى. يعني الأهداف من العقوبات داليا دائما هي وضع بوتين تحت ضغط مالي واقتصادي ونفسي من أجل يعني استنفاذ كل فرصه في تمويل هذه الحرب على الأرض، وبالتالي إخضاعه إلى طاولة المفاوضات. وهذا لا أدري هي وجهة نظر فرنسية ولكن أو أوروبية تحديدا، وبالتالي هل هذه يعني هذه الخطوات وهذه العقوبات بالفعل سوف تثني بوتين وتجعله يجلس على طاولة المفاوضات دون مع وقف إطلاق النار مع الأيام المقبلة؟ لا ندري، ولكن فرنسا أيضا أكدت يعني على لسان وزير خارجيتها بأنها سوف تقدم الدعم للشعب الأوكراني من الناحية اللوجستية الإنسانية المالية والعسكرية من ناحية المعدات الدفاعية ليستطيع الجيش الأوكراني البقاء صامدا خلال هذه الفترة.